Mozart, ne? Ja. Я выдержу, я две ноги.
تجربة جميلة يعني الواحد لازم يعيش هاللحظات، يرفع عن نفسه، يغير من نفسيته، يجرب أشياء جديدة في حياته، غامض، خاطئ، عادي، أهم شيء إنك تعيش اللحظة وتستمتع. والله جدا جدا جميل اللي قاعد يصير. والله شوفوا كيف، شوفوا الجبال بين تجربة الفلاينج مع الباراشوت.